طيب نقطة تانية برضو حابة أتكلم معاك فيها، وهي دوري أبطال أوروبا وخروج الكبار. نبتدي بالهزيمة الثقيلة، كل الجرايد وكل الصحف يعني تناولتها بطريقتها، والبعض قال لك الهزيمة المذلة لبرشلونة و8-2 من بايرن ميونخ. في الحقيقة قبل الفصل كنت بتكلم، أكيد شفت إن أنا كنت سعيدة جدا ولما دخلت بتقول لي حتى احنا في الفصل بنتكلم، قلت لي انا ما صدقتش النتيجه، يعني نتيجه ما حدش يصدقها. النتيجه طبعا كبيره جدا، يعني النتيجه مهما كانت الناس بتتكلم على ان حاله برشلونه سيئه والناس بتتكلم في خساره لبرشلونه شبه مؤكده قبل اللقاء، ولكن الناس على احسن السيناريوهات المتفائله لجمهور برشلونه كانوا بيتكلموا في خساره بثلاث او اربع تجوان، اللي هي خساره كبيره برضو، خساره ثقيله لفريق بحجم برشلونه، لكن 8 محدش مستني 8. الارقام دي مش بتتكررش كل يوم في الكوره، ما بالك لما تتكرر في دور الثمانيه للتشامبيونز ليج ما بين فرقتين زي بايرن ميونخ وبرشلونه. نتيجه مش معتاده، نتيجه لما بتتحقق في الادوار الاولى من البطوله قدام الفرق الصغيره، فريق بيلعب من دوله من دول شرق اوروبا مثلا او الدول الغير معتاده على التواجد في الادوار المتقدمه في بطوله اوروبا، بتبقى نتيجه وبتبقى حدث. ما بالك لما تخسر من برشلونه، يخسر النتيجه دي ملعب فيه ميسي، فيه سواريز، في لعيبه، يعني لعيبه كتير، انا مش هقعد اعد الاسامي، وتريش تيجي لعيبه مهمه، لعيبه نجوم، كفايه ميسي يعني. فاكيد طبعا ما كانش حد منتظرها، ولكن هي نتيجه طبيعيه لما نيجي نشوف الموضوع من بدري شويه. دي نتيجه التخبط الكبير جدا لاداره برشلونه، نتيجه عدم وجود خطه واضحه، نتيجه ما حدش عارف المدربين بيتعينوا بناء على ايه وبيمشوا بناء على ايه. ما حدش عارف ايه الكرايتيريا اللي تم تعيين فالفيردي من 3 سنين على اساسها، وايه الاسباب اللي رحل على اساسها فالفيردي، وايه الكرايتيريا اللي تم اختيار كيكستين ان هو يتولى القياده الفنيه لبرشلونه بعد فالفيردي. في تخبط، في عشوائيه، حتى في شراء اللعيبه في تخبط وفي عشوائيه كتيره جدا. من 3 سنين نيمار مشي، كانوا عايزين يجيبوا في الاول كوتينيو وهو في مركز تاني، بيلعب في مركز تاني خالص غير نيمار. لما فشلوا يجيبوا كوتينيو جابوا عثمان ديمبلي اللي بيلعب في مركز نيمار. مفيش خطه، انت لا عارف هو بيدور على صانع لعب ولا هو بيدور على جناح، الامور فيها تخبط كبيره جدا. مع استمرار التخبط وكل شويه سنه اسوأ من اللي قبلها، في 2007 انهيار طبعا، في 2017 بتخسر قدام يوفنتوس 3-0، وفي مباراه العوده اللي انت محتاج تعوض فيها ما بتشوطش شوطه واحده على الجون. الناس كانت متخيله ان ده اسوأ حاجه. جه السنه اللي بعدها خسروا من روما اللي ما كانش بيقدم موسم كبير ولا حاجه، فشلوا في الحفاظ على نتيجه الذهاب الكبيره اللي كان برشلونه كسبان 4-1، خسر 3-0 في العوده وخرج. كانت الناس متخيله ان دي اسوأ حاجه. السنه اللي فاتت قدام ليفربول بعد ما تقدموا 3-0 في الذهاب في كام نو، خسروا 4-0 في انفيلد رغم غياب فيرمينيو وغياب صلاح. السنه دي كانت الناس متخيله ان خلاص دي اسوأ حاجه حصلت، هي خروج قدام ليفربول السنه اللي فاتت، خسروا ب8. محدش عارف التخبط ده السنه الجايه ممكن يحصل ايه. يعني انت شايف ان معطيات الكام سنه اللي فاتت هي بتدي النتيجه اللي حصلت، رغم ان هي نتيجه في النهايه محدش يتوقعها، محدش بيقول ان برشلونه يخسر 8، ولكن هو انت لو مديتي الخط على استقامته هتوصلي للي بيحصل دلوقتي. تخبط 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 تخبط، قرارات عشوائية، لازم تبقى النهاية اللي احنا شفناها دي. طيب لو هنعتبر ان دي النهاية، واكيد كل جماهير برشلونة تتمنى ان دي تكون النهاية، بس ده مش مؤكد. انا بقولك لو اعتبرنا ان ما تكونش في نهاية اسوأ من كده، يعني ايه اللي هيحصل اسوأ من كده؟ يعني ما اعرفش، ما انا لو قعدت افكر شويه مش هعرف ايه اسوأ من كده ممكن يحصل. احنا كل شويه بتتخيلي ان انت ده اسوأ حاجه ممكن تحصل، وتكتشفي ان في سيناريو اسوأ من كده، فمش عارف. مش طيب لو اعتبرنا ان ده ممكن يكون اسوأ سيناريو لبرشلونه، ايه اللي المفروض برشلونه يعمله ويشتغل عليه الفتره اللي جايه؟ يرجع لسابق عهده ويبتدي يتدارك كميه الاخطاء المتتاليه اللي وقع فيها الفتره اللي فاتت. اولا الناس بتتكلم في برشلونه ان طول ما الاداره بوجود بارتوميو في رياسه النادي مفيش اي خطه ومفيش اي اصلاح، لان هو ده يعني هو السبب الرئيسي في اللي وصله برشلونه بسبب سوء قراراته الاداريه. فاولا في وجود بارتوميو محدش عنده اي ذره تفاؤل لمستقبل برشلونه، دي النقطه الاساسيه اللي احنا لازم نتكلم عنها، ان الازمه الاساسيه في الاداره اللي بتخطط. لكن لو هنتكلم بناحيه نظريه، برشلونه محتاج مدير رياضي قوي يقدر يحط خطه ويحط مشروع، زي ما كنا بنتكلم على مانشستر يونايتد، احنا لازم نحط كرايتيريا. انت لما تيجي تجيب مدرب بتجيب مدرب عايز منه ايه؟ اكيد دي حاجه. الحاجه الثانيه لازم نتكلم ان برشلونه محتاج تجديد دم بوضوح، وده اللي قاله بيكيه بعد الماتش على فكره، قال ان برشلونه وصل بالحرف كده، وصل للقاع ويحتاج الى تغيير دماء، وقال ان هو ممكن يكون اول الراحلين. وهو يعني بكل تاكيد هو بيعاني من انخفاض كبير جدا في المستوى، هو من احد اسباب ازمات برشلونه. الفريق محتاج يتبني من اول وجديد، محتاج يتحط العواميد اللي هيتبني عليها الفرقه. مين اللعيبه القليله اللي هتستمر؟ مثلا وليكن تير شتيجن
في حراسه المرمى، تشوف ديونج في وسط الملعب مثلا، ميسي قدام، يعني بتحط عمود فقري للفريق ده اللي انا هبني عليه، وبعدين الباقي تبدا تمشي لعيبه. طبعا احنا في فتره صعبه جدا بعد الكورونا، عمليه البيع والشراء مش هتكون سهله نهائي، فلازم يبقى في اولويات. مين اللي محتاج ما ينفعش يقعد، لازم يمشي دلوقتي، وابدا اجيب لعيبه مكانه. ولما اجي ابدا اجيب لعيبه مكانه، اجيب لعيبه مناسبه للمشروع بتاعي. أكيد. ابدا اجيب لعيبه مناسبه لطريقه اللعب. برشلونه احنا شفنا على مدار السنين اللي فاتت بيجيب لعيبه مش مناسبه ليه. مش عارف ايه، يعني جريزمان كان من نجوم اتلتيكو مدريد، راح برشلونه نجم منطفى جدا. شفنا كوتينيو كان نجم في ليفربول، راح برشلونه نجم منطفى جدا. لعيبه كتير جدا بتعاني من القصه دي، فلازم تجيب لعيبه مشابهه للفريق، لعيبه ملائمة لمشروع وخطة الفريق. دي النقط الأساسية اللي يقوم عليها برشلونة، ولكن في وجود بارتوميو أشك إن ده ممكن يحصل. طيب.